ਹਸਨ ਕਾ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਕਾ ਸੁਖ ਚੈਨ
ਕਨਕਾਰ ਸਭ ਕੀ ਮੁਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤੁਮੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਕਨਕਾਰ ਸਭ ਕੀ ਮੁਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤੁਮੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਕਨਕਾਰ ਸਵਾ ਲੱਖ Thank you.
Yeah.
تشریف رکھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس بار برکت محفل کا اختتام ہمیشہ دعا سے ہوتا ہے. اے رحمت عالم، اے رحمت عالم، مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. دعا کے لیے میں گزارش کروں گا. پیر سید علی جان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر حافظ محمد احمد، ان سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من هو فاعل لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنذر الأعلى، يا من ليس كمثله شيء.
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على جودك وعظمتك سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على رحمتك بعد قدرتك يا حي يا قيوم يا الله يا رحمان يا ذو الجلال والاكرام يا نور السماوات والارض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب يا رب يا رب يا حي يا يدور نور السمع اذان قلبي فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين اے خدا مجھ کو مدینے کا گداگر کر دے آمین ایک کنگال کو شاہوں کے برابر کر دے اور جب بھی میں چاہوں مدینے کی زیارت کر دوں اس طرح مجھ کو مقدر کا سکندر کر دے بہت شکریہ